طب رجع لنا محمد السبكي بجد، الاستاذ محمد السبكي. مساء الخير يا استاذ محمد. لا زهقت منكم. استاذ محمد ازيك يا استاذ الامين؟ ازيك انت؟ مبروك الفيلم، الله يبارك فيك، والف سلامه لرنا، وان شاء الله واحنا واقفين وراها. اه والله حاجه ما 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 مش نافعه خالص. لا مش نافعه خالص. انا والنهارده فاطمه نعوت وكده كتير يعني. باذن الله باذن الله خير. قول لي الشباب دول عذبوك ولا عملوا فيلم كويس؟ اقول لك على حاجه بامانه بقى مفتقدها في السينما المصريه كويس، ان الشباب اللي عندي دول كلهم بيحبوا بعض حب رهيب، ودي حاجه انا اول مره اكتشفها في الوسط اللي احنا فيه ده. اول مره ده انت عملت افلام، عشرات الافلام يا استاذ سوكي. ايوه بس انا شفت شويه شباب بيحبوا بعض حب رهيب، يعني كل واحد بيتكلم على مصلحه غيره مش على مصلحه نفسه، يعني شوف الحب واصل لحد فين، ويا رب يفضلوا كده على طول يا رب. النجومية بقى انت عارف وكده يعني. اول ما الاجور تختلف يا محمد هندوس على بعض. هتنتج لهم تاني يا استاذ سبكي؟ هم ماضيين معايا فيلم تاني هعمله معاهم باذن الله، بس دي موضوع حلو باذن الله نعمله كويس ان شاء الله. الفيلم شغال كويس يا استاذ محمد؟ اه الحمد لله كويس تمام الحمد لله. طب الحمد لله بشكرك وبحييك والله وبحيي رنا، وتبلغها ان احنا يعني بالتاكيد كلنا واقفين معاها، وما ينفعش يبقى في فنان يتحبس من اجل فيلم ولا من اجل راي ولا من اجل فكره، ده يعني لازم يكون عهد ومضى، ما ينفعش ان احنا نقبل ده.